في الشهر يا وتني واحد شوف كيف ما قلت لك انا الالتحاق ديالي جاء على واحد الاساس من بعد شهر ديال الممارسه مع الفريق يمكن كل شيء كيشهد بالانطلاقه القويه اللي كانت في بدايه الموسم لكن جات واحد الاصابه اللي ما كان كيتوقع حتى شي واحد وفهمتي ماشي اصابه اللي بسيطه اصابه اللي كانت قويه كانت يمكن لاعب اخر تنهي المسار ديالو سير يمكن الناس اللي كتقول راه يوسف ما لعبش يمكن الدور ديالو اللي كان برا الملعب وسيمورا كان شاهد على هادشي كان اكثر منه داخل الملعب لان جيت لقيت لاعبين شبان لاعبين ديال ما عندهمش تجربه فكان واحد الاستثناءات لان كان تغيير جلد الفريق بواحد النسبه مئويه كبيره مع ذلك راه استطعنا نحكوا كاس شمال افريقيا من واحد الانطلاقه ممتازه ووصلنا حتى النصف النهائي ديال كاس العرش من بعد جات الاصابه اللي حتى شي واحد ما كيتحكم فيها واذا كان غنهضروا غير على المبلغ المادي راه يمكن ذاك المبلغ المادي اللي ما تقاديتوش في هذيك الوقيته بحكم انني ما كنتش كناخذ دي ترونش يعني اللاعبين كاملين كانوا كيتخلصوا الا انا اللي ما كنتش كنتخلص دونك بليس انا وصلت معهم الجميع الامور اللي يمكن نفضيو بها هذا المشكل بتاع اميكالمون زعما ما كانش تجاوب وممكن كما كنقولوا الفريق راه في ازمه راه كاين اكثر من داك الثمن دابا ولكن ما كيهضر عليه حتى شي واحد لا ممكن نعرفوا شحال المبلغ الاجمالي يوسف المبلغ الاجمالي 920 مليون باقي لدابا باقي ما تقاديش باقي ما تقاديتوش حتى فاش كنت في الرازه ما كنتش كنتقاد الملف ديالك الجامعه باقي في الجامعه ولا يعني غادي المشكل ديالي في الجامعه محسوم يعني تحكم ليا وتحسم الموضوع كتسنى نوبتك غير باش نهضروا على القيمه الماديه راه كاين اكثر من هذاك المبلغ حاليا في فريق الرجاء وعمر شي واحد ما هضر عليه ولا هضر على المقابل ولا كيفاش بحالاش كاين اكثر من هذاك المبلغ زعما كاين شي ناس اللي كيتسالوا اكثر من هذاك المبلغ 920 لاعبين هذاك المبلغ ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور